أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. بداية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل اليوم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية للرباط حفلا بمناسبة الذكرى 25 لبرلمان الطفل. وتميز هذا الحفل الذي استهل بأداء مجموعة من الأطفال للنشيد الوطني بكلمة ألقتها مريم أمجون باسم الأطفال البرلمانيين، عبرت فيها عن عميق امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لالتزامه الراسخ من أجل جعل المملكة نموذجاً يحتذى به في مجال حماية الطفولة، وكذا لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم على جهودها الدؤوبة من أجل جعل برلمان الطفل منبراً حقيقياً يتيح لهؤلاء الأطفال التعبير عن آرائهم. كما استحضرت بهذه المناسبة المبادرات النبيلة التي قام بها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه من أجل النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، لا سيما من خلال إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يسهل على تتبع تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وفي خبرنا، كركد رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قاد ووجه منذ اعتلائه العرش مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز وأعادت تموقعه عالميا. وأشار السيد أغنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية والمتعلقة بالسياسة العامة والتي خصصت لموضوع السياسة الوطنية للتصنيع إلى برنامج إقلاع سنة 2005 والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009 ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020 وميثاق الاستثمار سنة 2022، مبرزاً أن هذه الاستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات والرابع عالمياً من حيث الكفاءة، إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1800 كيلومتر اليوم. ننتقل إلى فرنسا، حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح اليوم في باريس أن الشركة الفرنسية المغربية المتينة والواعدة في القطاع الاقتصادي تعد نموذجاً لتكامل اقتصادي أقوى بين فرنسا والقارة الإفريقية وبين أوروبا وإفريقيا ككل. وشددت السيدة فتاح في مداخلة لها خلال جلسة نظمت تحت شعار نحو قمم جديدة الاقتصاد الإفريقي في المستقبل في إطار فعاليات النسخة السادسة من منتدى طموح إفريقيا 19-20 نوفمبر والمنعقد ما بين 19-20 من نوفمبر الجاري، على أهمية وجود رؤية طويلة الأجل لضمان تحقيق النمو الشامل والمستدام في إفريقيا وتمسك بها على الرغم من الأزمات والاضطرابات، مشيرة إلى ثلاث ركائز أساسية لتحقيق هذه الأهداف. ويتعلق الأمر وفقا للوزيرة ببناء دولة قوية من خلال ضمان استفادة السكان من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مع تعبئة المؤسسات لإعداد مستقبل واعد ثم إقامة اقتصاد متنوع. وفي موضوع منفصل، تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير من 18 إلى 22 من نوفمبر الجاري أشغال اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الإفريقي 2025 حسب ما فاد به بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وينكب القائمون على التخطيط الوطنيون والدوليون خلال هذا الاجتماع على طرق سير مختلف الأنشطة المدرجة في برنامج النسخة 21 من تمرين الأسد الإفريقي. وتتعلق هذه الأنشطة بتكوينات
تهم مجالات عملياتية وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة وأنشطة مدنية عسكرية وكذا تمارين للتصدي لهجمات بأسلحة الدمار الشامل النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي. ننتقل الآن إلى أذربيجان، حيث أكد عضو شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغيير البيئي محمد عبد المنعم أن المغرب يعد مثالاً يحتذى به بالنسبة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال التكيف مع المناخ. رضوان مستقيم في المتابعة. المغرب يعد مثالا يحتذى به بالنسبة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال التكيف مع المناخ. تأكيد جاء على لسان عضو شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي محمد عبد المنعم عقب ندوة خصصت لتقديم تقرير شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي نظمت على هامش أشغال مؤتمر المناخ كوب 29 بالعاصمة الأذرية باكو. المغرب يعتبر رائد ومثال جيد جدا لدول جنوب المتوسط في مجال بالذات الطاقة النظيفة وفي مجال استخدام المياه الاستخدام الأمثل، بالذات أن المغرب بيمر في بعض الأحيان بظروف صعبة من ناحية المناخية ولكن بيستطيع يتغلب عليها، ودي حاجة مشكورة يعني وتتخذ مثال للدول الأخرى. واعتبر السيد عبد المنعم أنه بات من الضروري مباشرة تدخلات تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين العناصر الأربعة التي تطرق لها تقرير الشبكة حول المناخ والتغير البيئي، وهي المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية. ننتقل إلى ترفيا، حيث تم تعزيز ميناء ترفيا من خلال القيام بعملية توسيع وتأهيل سوق السمك، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين درهم. بقي تفاصيل مع شيماء باك. بكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين درهم تم تعزيز ميناء طرفايا من خلال القيام بعملية توسيع وتأهيل سوق السمك. الميناء اليوم أصبح يتوفر على فضاء لعرض وبيع الأسماك وغرفة تبريد وفضاء لشحن الأسماك وفضاء آخر لفرز وزن الأسماك، بالإضافة إلى فضاءات تقنية وإدارية. هذ المشروعين سوف يعززان البنية التحتية للميناء وسوف يساهمان في مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع الصيد بالإقليم. اليوم ولله الحمد فإقليم طرفايا وميناء طرفايا يتوفران على سوق للسمك بالمعايير المتعارف عليها. هذا أكيد لأنه عنده واحد الانعكاس جد إيجابي على المرتفقين داخل سوق السمك وإعطاء انسيابية في تسويق المنتجات البحرية إن شاء الله وفي أحسن الظروف، وكذلك من أجل استعداد الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط اللي مستقبل إن شاء الله في شهر ديسمبر. هذه الوحدة الحديثة التي تم تدشينها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الاستقلال، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1400 متر مربع بينما تبلغ المساحة التوسيعية 630 متر مربع، تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث هيكل الاستقبال وتوسيع منتجات الصيد. مهنيين فرحانين بهذا الحمد لله الانجاز اللي تم ديال خاصه سوق السمك تجديده، ثانيا الرقمنه اللي له تجي اللي تخلي ترفع من جوده المنتوج. وبالاضافه الى عمليه التوسعه تم ايضا احداث نظام رقمي لعمليه بيع الاسماك، وذلك من اجل ضمان الشفافيه وتثمين منتجات الصيد وبالتالي تلبيه تطلعات المهنيين في هذا القطاع. وبالدار البيضاء انطلقت فعالية النسخة الثانية من المنتدى العربي للنقل الجوي الذي تنظمه المنظمة العربية للطيران المدنية بدعم من وزارة النقل واللوجستيك تحت شعار تعزيز الربط الجوي. نتابع تقرير رغدة قبوري. تعزيز الربط الجوي شعار النسخة الثانية من المنتدى العربي للنقل الجوي، حدث تنظمه المنظمة العربية للطيران المدني بدعم من وزارة النقل واللوجستيك، ويهدف إلى مناقشة سبل تعزيز الربط الجوي وتسليط الضوء على دور المنظمات الدولية والإقليمية في تعزيز النقل الجوي.
الهدف من هذا المنتدى اللي كنظموا هذا اليومين أنه نناقش جميع المواضيع اللي ممكن تساهم في المواجهة وفي التجاوز ديال هذه التحديات هذه. هو بالنسبة لنا المنتدى أرضية للنقاش بين المسؤولين على قطاع النقل الجوي بسلطات الطيران المدني وكذلك في قطاع الصناعة. خلال المنتدى يتم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تهم مجال الطيران، من بينها على الخصوص التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في مجال صناعة النقل الجوي لتنفيذ قواعد حماية المستهلك، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية في صناعة الطيران لتحسين تجربة المسافر الجوي. طبيعة قطاع الطيران المدني والنقل الجوي طبيعة دولية لا تعرف الحدود السياسية، وبإذن الله نحن هنا في هذا المنتدى لتعزيز هذا الترابط أو التنقل الجوي بين الدول العربية. المنتدى يعرف مشاركة 50 من ممثلي سلطات الطيران المدني بالدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما يمثل منصة حيوية لدفع عجلة النمو المستدام في قطاع النقل الجوي. أكثر من 36%. إلى مراكش هذه المرة، حيث احتضنت المدينة الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية الذي سلط الضوء على تحديات ورؤى التنمية السياحية في مقاصد التراث الإسلامي. عودة مع شيماء باك. بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية والمؤسسات المعنية بالتنمية السياحية، المدينة الحمراء تحتضن الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية، تظاهرة تنظم في إطار فعاليات مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024. تجربة متميزة، نأمل أن تنعكس إن شاء الله على بقية التجارب العربية، ونأمل أن يستمر هذا الملتقى في النسخ القادمة إن شاء الله في مدينة مراكش لتعزيز الاهتمام بموضوع التنمية السياحية، ولتأكيد أهمية أن تكون صناعة متطورة تتطلب موارد بشرية مؤهلة وتتطلب إجراءات وتشريعات تسهل من عملية السياحة. عمدة مدينة مراكش السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وفي كلمة ألقاها نيابة عنها النائب الأول السيد محمد الإدريسي، قالت إن هذه التظاهرة الكبرى التي تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والتنمية الثقافية من مختلف أنحاء الوطن العربي تشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال السياحة الثقافية والتراثية التي تعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي والعربي. هذا الملتقى العربي المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالإضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في مجال التنمية السياحية والثقافية والتراثية، يهدف إلى تطوير الاستراتيجية التسويقية العربية وكذا تنمية الاقتصاد المحلي للمدن السياحية العربية. في سياق منفصل وبمناسبة تخليد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على فعالية حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط. التفاصيل في هذا التقرير لمحمد أمين علام. بمناسبة تخليد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على فعالية حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط. شكل حفل التميز لهذه السنة مناسبة جديدة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي، حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، حيث تم تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي.
هؤلاء الطلبة المتوجين تخصص لهم المؤسسة بتعليمات مباشرة من السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تخصص لهم منحا جامعية تبلغ قيمتها 50,000 درهم على مدى 5 سنوات بمعدل 10,000 درهم لكل سنة. بالإضافة إلى هذه المنح الجامعية تخصص المؤسسة جوائز التميز، وهي جوائز تحفيزية تمنح لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني المتفوقين دراسيا، وذلك بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة التميز الدراسي. أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني أيضا خلال السنة الجارية برنامجا اجتماعيا جديدا يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا بهذه المؤسسات الجامعية. اليوم كنتواجدوا هنايا في هذا الحفل البهيج اللي قدمته المديريه العامه للامن الوطني. كنتوجه بالشكر الجزيل للمدير العام السيد الحموشي، وكذلك المدير المسؤول على الاعمال الاجتماعيه الموظفين للامن الوطني. انا فرحانه اليوم بزاف انني متواجده بحفل التميز، وفرحانه بزاف حيت خليت العائله ديالي تكون فخوره بيا. كنتوجه بالشكر الى كل من ساهر على تنظيم هذه الحفله، لانهم كيشكلوا لنا حافز ودافع لاننا نخدموا الوطن ديالنا ان شاء الله في المستقبل. فقرات هذا الحفل السنوي تخللها تكريم مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة الفائزين في مختلف المسابقات الفنية والرياضية، كل هذا يأتي في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني. في الجانب الرياضي كذلك، تم تتويج الفرق الرياضية الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة التي نظمها الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، وهي فرق تمثل على التوالي ولاية أمن سطات والأمن الجهوي للداخلة في المرتبتين الأولى والثانية، ولاية أمن وجدة في المرتبة الثالثة. مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تعمل حاليا على إعداد السجل الإبداعي لأسرة الأمن الوطني، وهو عبارة عن سجل متكامل لموظفات وموظفي الشرطة المتميزين في مجالات مختلفة، والذي سوف يتم اعتماده في الأمد المنظور في مختلف المشاركات والمسابقات ذات الطابع الرياضي والفني والثقافي. ووطنيا، دائما افادت المديريه العامه للارصاد الجويه بان زخات رعديه محليه قويه مصحوبه بهبات رياح عاصفيه مرتقبه اليوم في العديد من اقاليم المملكه. واوضحت المديريه في نشره انذاريه من مستوى يقظه برتقاليه انه من المتوقع ان تهم هذه الزخات ما بين 15 و 25 ملم غدا او اليوم ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة 9 صباحا في أقاليم مسخيرات تمارا، الخميسات، رباط سلا، مديونة، بن سليمان، النصر، المحمدية، برشيد والدار البيضاء. نتابع الآن بالأخبار الثقافية. رفع الستار ولا أمس بمسرح سعيد عفيفي بأشريدة عن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أرواح غيوانية من خلال برنامج غني بسهرة موسيقية شعبية تمتد إلى غاية 30 من نوفمبر الجاري. هشام فرحان وباقي التفاصيل. مدينة الجديدة تعيش على إيقاع فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أرواح غيوانية، تظاهرة تحتفي بالظاهرة الغيوانية كلون موسيقي متجدر بعمق في الثقافة المغربية. أرواح غيوانية اللي كتحتفي بتراث لا مادي جميل جدا، يعني عاشوا عليه الجيل السابق ديالنا وكنعيشوا أكيد الآن، وفي إطار تجديد وتوزيع آخر ممكن شركة ستقوم بها لإبقائه حيا في الشباب، الحمد لله اللي هو عماد المستقبل. المهرجان المنظم من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات يقام بالإضافة إلى الجديدة في كل من عين حرودة والدار البيضاء. نوجه الشكر للوزارة الوصية وزارة الثقافة ومجلس مدينة الدار البيضاء الاهتمام بهذا اللون الغنائي اللي عمر سنوات طويلة
ونجاب فنانين كبار الحمد لله، بعض الرواد اللي مات منهم واللي باقي في الحياة الله يحفظه ويطول في عمره. في حقيقة بادرة اللي كان نتمنوا أنها تعمم على سائر المملكة المغربية. تراث غني جدا غني، وحتى أن لو أن هذا الزمن كله ديال من البداية الأولى ديال الغيوان وجلالة ومشاهب إلى آخره، من لهذا الوقت نقدر نقول لك بأنه هذه المجموعة كلها يلا عروا على واحد الكنز، عروا عليه، وذاك الكنز ضخم ضخم جدا، مجال خصو هذه الأجيال اللي غادي تكتشف أشنو فيه. ويسعى المهرجان إلى استكشاف سبل تجديد الظاهرة الغيوانية لمواكبة الاتجاهات الموسيقية المعاصرة. نشر فن سابغة، تم أمس عرض الفيلم المغربي الروائي الطويل راضية لمخرجته خولة أسباب بن عمر، وذلك ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائية الدولية والمقام لغاية 22 من نوفمبر الجاري. عودة مع هشام فرحان. الفيلم المغربي الروائي الطويل راضية للمخرجة خولة بن عمر يعرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد في إطار فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. فيلم راضية هو فيلم كيتكلم على معنى السعادة أو معنى النجاح بالنسبة للمرأة والتحديات اللي كتواجهها في المجتمع. احنا بالنسبة لنا كفريق عمل مهم كتير بالنسبة لنا أننا نشاركوا في مهرجان القاهرة الدولي، لأنه هو من أهم المهرجانات في الإفريقية والعالم العربي. هو فرصة لأننا نشاركوا الفيلم، أننا نتكلموا عليه، وأننا نعطيه واحد المساحة أنه يتشاف. عرض فيلم راضية يأتي ليرسخ الصورة الإيجابية التي باتت تتمتع بها السينما المغربية في المهرجانات العالمية. الحمد لله السينما المغربية غادية من حسن لأحسن، وديما عندها صورة إيجابية خصوصا في المهرجانات. الآن كنقلبوا على الانتشار الجماهيري، لأنه ثبتنا أنه ثقافيا وفنيا السينما المغربية بألف خير. الآن نبحث عن انتشار جماهيري وأن الجمهور من العالم العربي يجي ويشوف الفيلم المغربي. ويعد فيلم راضية ثاني فيلم روائي طويل للمخرجة خولة بن عمر بعد فيلمها الأول نور في الظلام. بهذا الخبر إذا نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء. دمتم في أمان الله.